فيديو جديد معكم يوسف ياسر من قناة فيجرانت بيل فيديوز. النهاردة هنشرح ازاي نغير لون التشانل اللي هو ده. ايه اللون ده؟ اللون اللي فوق ده، اللون ده لون رصاصي. انا ممكن ازاي بقى اشرح لكم ازاي تخلوه اي لون انتوا عايزينه. تمام، تمام معايا. هنحتاج حاجة واحدة، هنحتاج ننزل ابليكيشن ده اهو. تمام، بعد ما ننزله هنفتحه. بعد ما نفتحه في علامة بلس تحت كده، هندوس عليها. بعد ما ندوس عليها هندوس كلمة درو. بعد ما ندوس كلمة درو هنعمل create new. بعد create new اول حاجة ما هتعمل create new دي هتبقى كده فوق، يعني هتبقى أول واحدة اللي هي 1080 تايمز 1920. انتوا هتجيبوا آخر واحدة، تمشوا تجيبوا آخر واحدة. تمام، هتدوس عليها، هيبقى في رقم تاني. انت هتختبر الرقم ده اللي هو 2048 1152. تمام، هتجيبوا آخر واحدة وتدوسوا هنا وتكتبوا الرقم ده أهو. تمام، بعد ما تدوس هتدوس السهم اللي فوق ده سكيب. بعد ما تدوس هتختار الحجم اللي انت عايزه، يعني مثلا خليها على 69 او 60. حلو، تمام. هندوس برضو على سكيب اللي فوق، السهم اللي فوق. هندوس edit image. بعد كده هنجيب كلمة درو اللي جنب الفرشة اللي تحت دي، هنجيب درو. بس في هنا مربع الشمال كده، هندوس عليه تختار اللون اللي انت عايزه. مثلا يكون احمر. تمام، هندوس اوكي. بعد ما اللون الاحمر على الشمال ده موجود هنبدا نلون. ثانيه واحده معلش، قبل ما نلون اول الخط بيبقى كده، الخط بيبقى كده. تمام، انت هتدوس على العلم ده قبل ما تلونه، هتدوس على العلم ده هي هتبقى كده، هتدوس خليها على الاخر. تمام، هدوس ست، تبدأوا تلونوا بقى، تلونوا مربع ده. تمام كده لوناه، هندوس على علامة الصح اللي فوق دي. استنى في حتة على الشمال كده اهو، هندوس عليها. تمام، بعد كده ندوس سكيب لفوق تاني. سكيب هيقول لك شير، تقول له سيف. تمام، هيقول لك سيف تحت اهي، سيف تو جالري. بس كده انت عملتها سيف. هنيجي نفتح اليوتيوب. تمام، سيتنج ليلة، وهنختار اختار الصورة دي، شوز روم جاليري. بعد كده هنلاقيها بقى، هنلاقي الصورة هنا هنختارها اهو. دوس سيف. بس كده تمام، كده مظبوط. كده بقى اللي هيبقى اللون اللي فوق احمر اهو. طيب انت مثلا عايز تحط صورة، تمام، وفي نفس الوقت في لون احمر، سهلة برضو. بعد ما انت غيرتها خلاص، تمام، هي احمر دلوقتي، هتغير الصورة تاني. مثلا عايز تحط صورة تانية، مثلا هنحط مثلا ايه، نيفر جيف اب. تمام، دوس سيف. كده يبقى الاتنين، يبقى الصورة سودة وكمان لون التشانل الأحمر أهو. يبقى نيفر جيف أب بالأسود، وفي فوق فيجن ويل فيديوز بالأحمر.
وبس كانت دي طريقة سهلة جدا. وريت تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. مع السلامة.